سلطان العميمي كاتب إماراتي وكانت عندي اليوم جلسة عن أو بعنوان الوجه الإنساني للأدب. الأدب يساعد في تخطي الأزمات في رأيي من خلال أكثر من وجه. الأداب وسيلة مهمة من وسائل التقارب مع الآخر وفهم الآخر. فهم الآخر يساعد بشكل كبير على تخطي الأزمات، على تجنب سوء الفهم، على تجنب عدم الفهم أيضاً. الأداب بمختلف أشكالها من شعر وقصة ورواية وملاحم وغيرها من الأشكال الأدبية ساهمت في نقل صور إنسانية، صور للقيم، صور لمشاهد للأزمات التي حدثت في العالم إلى مناطق أخرى، وجعلت الإنسان قادر على الإحساس بالآخر وبأزماته والتعاطف معه وإنقاذه أحيانا بشكل أفضل. ففي رأيي أن الأدب له دور كبير جدا في التقريب بين الشعوب وثقافاتهم وفهم الإنسان لذاته وفهم الإنسان للآخر أيضا. المهرجانات الثقافية والأدبية بلا شك أن لها دور كبير في يعني جذب الجمهور بمختلف مراحله العمرية وفئاته إلى حالة الأدب بشكل عام، إلى أشكال الأدب، إلى الالتقاء برموز الأدب والفن أحياناً. وجود الناشئة، وجود الجيل الشاب الناشئ في مثل هذه المهرجانات يجعلهم أكثر اقتراباً من هذه العوالم، ويشجعهم أيضاً على الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي من وقت مبكر من حياتهم. مهرجانات عادةً اللي تكون فيها حفلات توقيع الكتب على سبيل المثال، أنا أشوف أن في أحياناً كثيرة تكون نقطة تعارف أو انطلاقة لي تعارف بين مختلف الأجيال بما فيها الأجيال الناشئة والكتاب والمفكرين. فكثيرين منهم يكونون يعني يسمعون بكاتب أو يلتقون بكاتب لأول مرة في حياتهم من خلال المهرجان. هذا أشوفه أنه يساعد بشكل كبير في تقريب الجيل الناشئ من وقت مبكر، تقريبهم للأدب والثقافة. بالنسبة لي أكتب على أشكال أدبية كثيرة، أكتب الشعر وأكتب القصة وأكتب الرواية، وأيضاً أكتب في مجالات بحثية مرتبطة باللغة والأدب الشعبي. ما يوجد عندي نوع مفضل، المسألة في الفكرة التي تخطر في بالي مثلاً أو أحب أن أكتب عليها، هي في أغلب الأحيان هي التي تختار الشكل الذي سأكتب عليه. يعني هناك أفكار لا تصلح إلا في شكل قصيدة، وفكرة لا تصلح أن تكون رواية تصلح أن تكون قصة، وفكرة لا تصلح أن تكون قصة تصلح أن تكون رواية، وهكذا. فيجب أن يعني يكون لدى الكاتب إذا كان يكتب على أكثر من شكل أدبي أو يمارس أكثر من نوع من أنواع الكتابة، أن هو يكون عنده الوعي بطبيعة هذه الفكرة والشكل الأنسب لها. لست في محل نصح لغيري من الكتاب، ولكن أنا شخصياً أفضل أن أدع الأفكار تولد بأشكالها الأدبية من البداية. طبيعة أفكار القصائد تختلف عن طبيعة أفكار القصص وكذلك الروايات. البنية في كل واحدة منهم، التفاصيل الموجودة في كل شكل من هذه الأشكال. فمتى ما كان عند الكاتب الوعي بالشكل الذي تصلح له فكرته بالقالب التي يفترض أن تطرح فيه، أعتقد أنه بينجح في أن يختار لها الشكل الأدبي المناسب.